متعلقة بفرح محسن. مين فرح محسن؟ فرح محسن فتاة مصرية عشرينات، اتولدت واتربت في الفرن بتاع والدها في حلوان، وتعودت فرح انها تاخد بعضها تروح تشتغل معاه، تروح معاه الشغل، تروح معاه هذا الفرن هذا المخبز، وتعلمت الصنعة، صنعة العيلة، صنعة الأسرة. طب ده معناه ان فرح سابت الدراسة إطلاقا، بتتعلم في المدرسة وبعدين دخلت الجامعة وتحديدا كلية الحاسبات والمعلومات كمبيوتر ساينس، يعني كده ما بين قوسين اللي بيحبوا الإنجليزي قوي قد عينيهم. وما اكتفتش بس بكده، لا ده هي كانت الحقيقة تروح الكلية وترجع تقف مع والدها في الشغل علشان تساعده، تعمل بقى الفطير المشلتت وتعمل الرقاق والمخبوزات الحلوة اللي بنحبها والمخروط، عارفين المخروطة وقطايف والكنافة بتوع رمضان وغير رمضان. فرح بقت مشهورة جدا وسط البنات على وسائل التواصل الاجتماعي. ليه بقى؟ لأنه البنات حبوها وبقوا يروحوا يشوفوها وهي بتشتغل ويصوروا معاها فيديوهات وحاجات حلوة كده. الكل يحب فرح لأنها نصحة شطرة بتاعت شغل، ومشيت الطريقين دراستها ولقمة العيش فوق كل ده، مبتسمة دائما. شوفوا التقرير ونرجع نكمل الكلام. فرح محسن، عندي 22 سنة، بدرس في رابعة نظم معلومات. أنا واقفة شغالة مع بابايا في المحل من صغري، احنا خمس بنات وولد، أنا الكبيرة، كل اخواتي بيدرسوا، ما فيش حد فينا قاعد من التعليم، احنا شغالين كلنا من اكبرنا لاصغرنا في المحل. الشغلانه دي شغلانه جدي وجد جدي، يعني الشغلانه ابا عن جدا، متورثه من زمان. هم هنا بقالهم في المعصره، ليهم اسمهم، بقالهم في المعصره حوالي 40 سنه، هم معروفين جدا هنا. ابتديت انزل المحل مع بابايا من وانا صغيره جدا، كنت بروح مدرستي وارجع على الشغل. احنا كمان بنعمل حلويات، مش بس بنعمل الحاجه نيه، يعني احنا بنعمل الحاجه من اول ما تبقى دي لحد ما تبقى حلويات كمان. الحمد لله بنعمل كنافه وبنعمل رق طري وكريب وعيش سوري وقطايف في رمضان. من صغري وانا واقف مع والدي، يعني الله يرحمه ويسامحه، هو كان معلمني الشغل ومؤسسني فيها. وبنتي برضك الحمد لله، خمس بنات الحمد لله بيدرسوا تعليم عالي الحمد لله، وبيجوا برضو يقفوا معايا وبيذاكروا ومتابعين معايا في كل حاجه، معايا واقفين معايا في كل لحظه. مفيش حاجه سهله، لازم نمازه نتعب ونشتغل، من دي مهنه ابويا يعني ومهنه اجدادنا، فكنا بنتعلم يعني الشغل فيها وكنا شغالين فيها على طول، فهم واقفين بقى معايا بقى عارفين الشغل ازاي شغال. فرح ابتدت معايا من وهي في ابتدائي، كانت بتروح المدرسه وتيجي برضو تشتغل معايا. فرح دي بنتي الكبيره، كانوا بيقعدوا يعايروني يقولوا انت جايبه بنات، جايبه بنات، هتجيبي ولد انت. فالولد ده جه في الاخر الحمد لله. فرح الله يبارك لها، هي اللي شايله علينا الشغل، وبرده في نفس الوقت بتعلم في الجامعه في سنه رابعه لزوم معلومات، هي اللي مدورنا المحل كله، الناس بتيجي عشانها والله. بقول كل سنه وانتم طيبين، وبقول لاي حد ما يتكسفش، الشغل مش عيب، الشغل شرف، حتى لو راح بيكنس في الشارع والله ما عيب اي حاجه، اي شغل شريف، انا بالنسبه لي هو ده الشرف. انا طموحي، انا دلوقتي باخد كورس انجليزي، انا مستمره في كورس الانجليزي، بس مش علشان اشتغل في شركه او لا، انا كان طموحي في الاول ان انا اشتغل في شركه، بس حاليا طموحي ان انا اطور اكتر اكتر بكتير من شغلي، بدل ما يبقى عندي محل لا انا نفسي يبقى عندي مصنع ويبقى ليا براند خاص بيا انا وعيلتي. انا عايزه اقول لكل بنت ان هي ما تتضايقش من كلام الشباب، خصوصا لو هي واقفه في الشارع زيي، ما تتاثرش بيها نظره حد، لو حد ضايقها تحاول على قد ما تقدر تتجاهله، والاهم من كل ده والاهم ان هي تشتكي من لاهله او في حاجه اسمها ربنا. لازم طبعا نهتم بالصلاه بتاعتنا، اي حاجه عايزه تشتكيها اشتكيها لوالدك، وما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل، لا احنا بلدنا مليانه خير، احنا بلدنا مليانه شغل، ما فيش حاجه اسمها ما فيهاش شغل، انت لو هتنزل تلم كنز من الشارع هتشتغل.